حياك حياكم الله حياكم الله. بارك الله فيك يبا. بارك الله فيك بارك الله فيك هلا ابوي. بارك الله فيك بارك الله فيك بارك الله فيك. عيالنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم من القرية التراثية. مثل ما عودناكم في كل حلقة نقدم لكم شيء من الماضي من أيام الطيبين. اليوم بنقدم لكم شيء أبيكم بروحكم تعرفونه. أعطيكم ملامح شوية. أمجاد صبري على روح الحبيب أبراك أبراك ومن المدامع عيوني ترسنت أبراك. والله والله لعصي جميع الناس واطيعك وردتني قل لك فلا حلة التبراك. يلا هي عرفتوها هذه النهمة، نهمة الغواص. إذن موضوعنا اليوم عن الغوص، حياكم معنا. عيالي، مهنة أهل البحرين وأهل الخليج أول هي أما صيد السمك، ولكن المهنة الرئيسية اللي يعتمدون عليها هي الغوص. فكانوا أول شيء أكثر الرجال يدشون الغوص. وسفينة الغوص معروفة، سفينة كبيرة، شايفين اللي معاي حين، هذه سفينة الغوص تقريبا، هاي نموذج لسفينة الغوص. مثل ما انتم شايفين فيه الشراع، شراعين، وفيه الدقل، وفيه الفرمان، وفيه بعد شنو مني يسمونها الفنة السدرية والفنة التفرية، وهني الكاتلي اللي يقعد عليه انه خذب. هذه السفن طبعا يصنعونهم عندنا بعد، لكن الخشب الساج يسمونه يجيبونه أكثر شيء من الهند. تعالوا خلينا نشوف صناعة السفن في البحرين. صناعة السفن في البحرين الحقيقة صناعة حلوة وعجيبة، ويعتمدون على القلاف، نجار البحر السفن يسمونه القلاف، وفي فنانين في هندسة السفن، في جلبوت، في بانوش، في بوم، في أنواع من السفن. وهذه سفينة الغوص أو أي سفينة تعتمد في الدرجة الأولى على البيص اللي هو العمود الفقري مال السفينة. شو عمود الفقري في الإنسان؟ بدون العمود الفقري ما نقدر نمشي. السفينة بدون البيص الأصلي في الوسط ما تقدر تمشي، ولو ينكسر هذه البيص يسمونه البيص، لو ينكسر السفينة كلها تنكسر وتطلع. بجانب تركيز على البيص يسمونهم الشلامين، هل الشلامين هذيلة مثل أضلع، شفتوا العمود الفقري إحنا لنا وبعدين الضلوع، هذه الضلوع حق السفينة. والضلوع هذه يملونها مو مثلنا باللحم، يملونها بالأخشاب باللحان، واللحان يسمونهم الساج. هذه الساج قوي جدا ويبونه من الهند، مناطق السواحلية الأفريقية يعني يبون من هذه الساج. وبعدين يشتغل فيها القلاف بالمسامير والفتيل،
عند عدة ويضرب هذه اللحان الساج، هذه اللحان في الشلامين هذه الموجودة مثل ما قلنا الأضلع، إلين يركبها تماما. لين ركبها يضرب اللحان اللي حطها في الشلمان بمسامير طويلة. المسامير بعد صنعها عندنا موجودة في البحرين بعد، ويحط قبل لا يكمل ضرب المسمار يحط له فتيلة ويضربها عشان تمسك. لين خلصت السفينة قال حق نوخذة تعال حياك سفينتك خلصت. وطبعا ما ينسى يسوي لها الدقل، هذه يسمونه الدقل اللي يرتفع فيه الشراع. وعندهم بعد الفنة التفرية، التفرية والفنة الصدرية، وعندهم بعد الكاتلي اللي يقعد عليه نوخذة، وعندهم بعد الشراع. طبعا معروف الشراع، بدون الشراع ما تمشي السفينة. وعندهم بعد المجاديف، المداف اللي يجرفون فيه السفينة، يعني ما في هواء فيساعدون السفينة على تمشي بالمجداف، يسمونه يرار، يرون بالمجداف. طبعا السفينة ما يصلون داخل البحر على السيف، علشان يدفعون السفينة إلى داخل البحر قبل لا يدفعونه أول يحطون تحت يسمون هني الهاتش، يحطون هني هاتش تحت ودج، وهني يحطون الصل. الصل هو يمنع دخول الماي ما بين اللحان، وبين اللحان يحطون فتيل فيدركلونه لين وما يدخل الماي داخل. الحين بيدفعون السفينة يا البحاحير كلهم يلا يلا يلا، كل واحد يحط ظهره تحت السفينة على البر الحين، ويحطون يسمونه دوار. حلون الدوار في حبال تير السفينة، ومن يحرك الدوار شلون ساعة اللي في الألعاب اللي في الحدائق اللي احنا قاعد عليه قاعدين عليه ونركب عليه، هذه يسمونه. وهم يدفعون دور يا دوار شامي، دور يا دوار، وبالكلام وبذكر الله والصلاة على النبي والاستعانة بالله تصير عندهم قوة وعزيمة لين تتقل السفينة في البحر. تقلت السفينة في البحر، يقومون يحطون فيها طبعا الفنطاس. الفنطاس شنو؟ طبعا لما يروحوا البحر وين يجيبون الماي؟ يحطونه في الفنطاس اللي هو خزان الماي، يحطونه تقريبا قدام هني خزان الماي، ويصنعونه طبعا من الاخشاب من الجار وغيره، ويحطونه ويصبون بعدين فيه الماي. هذه الماي يكفيهم تقريبا لفتره معينه، وبعدين يحصلون الماي من الطواويش اللي يجونهم الى محلات الهيرات. يعني الاهل هني يورعون اهاليهم، وقبل لا يورعون اهاليهم طبعا النوخذة يعطي حق كل بحار يعطيه فلوس عشان يعني حق اهله، يعني عشان يعيشون لفتره لما بيروحون البحر شهرين ثلاثه يمكن اكثر بعد. فهني طبعا يقومون عن اهلهم ويقومون يودعونهم، وهني الاهالي يودعون الاهل ويركبون في السفينه ويسمون هذه الدشه. قول لهم لكم صاحب عتيد يذكركم. مع السلامة. أمان الله. أمان الله يا ولدي. دشينا الحين، رحنا البحر، رحنا الغوص. يروحون أهل البحرين وأهل الخليج كلهم، كل مجموعة عندهم هيرات. الهير شنو؟ الهير محل اللي فيه المحار،
طبعا هم رايح ايش له يبون اللولو. هذه بيشوفها هذه المحار، هاي المحار، هذه المحار اللي بيغوصون علشانه وبيحصلون داخل اللولو. منو اللي يغوص؟ السفينة فيها يعني القائد السفينة نسميه النوخذر اللي هو مسؤول عن كل شيء، والمجدمي، المجدمي هو بعد عبارة عن نائب القائد، نائب النوخذة، ويوصل حق النوخذة كل الأمور المتعلقة بالسفينة. مهم بعد جدا الغيث اللي يغوص في قاع البحر ويجيب هذه المحار. شلون يغوصون؟ واحنا صغار نتدرب على الغوص. شلون؟ لأن مهنة الغواص وايد يعني راقي شوية، لأنه هو الاعتماد عليه في الغوص، وكل نوخذ يتمنى أن يكون معاه. فإحنا نتدرب نلعب لعبة في الغوص، وإحنا هم في الغوص في البحر، وإحنا نتسبح، كلنا نتسابق من هو اللي يغوص أكثر تمد أكثر، ونحسب له 1 2 وهو غايص، 1 2 3 4 5 طاع معناه وصل 7 مثلا أو 8، ثاني غاص 1 2 3 4 5 وصل 12، الله أحسن. كل من تم أكثر كل ما يعني عنده نفس أكثر. هاي لعبة. لعبة ثانية، وإحنا حتى على البر في البرايح وإحنا قاعدين نحط على رأس الواحد غترة مثلا، والله ثوبا نحط عليه ونحط رأسه في حفرة كذي وندفنه، نقول كلنا مع بعض دار مدارة، دفنوا بونا ما يبونا، دفنوا بونا ما يبونا، دفنوا بونا ما يبونا. وهو داخل الحين ماسك نفس ماله، نقول له ها وسميت حي لو ميت، يعني انت حي والله ميت، يقول حي زين من لو من القوم، يعني من احنا والله من القوم الثانيين، اذا قال انا من القوم يعني هم منكم انتوا، على سبيل دفنوا بونا، دفنوا بونا نحط على التراب، دفنوا بونا ما يبونا، ها ابو سميت حي لو ميت، قال حي، قال ميت، على من لو من القوم، قال منكم منكم، مع انها انقطع نفسه. هاي بعد لعبه، بس هاي العاب خطر شوي، انا ما بيكم تلعبونها، بس احنا كنا نلعبها واحنا صغار. فلذلك الغيث لما يغوص ما عنده مثل ما قلنا اكسجين، لكن يستعمل مثلا عشان يسد خشمه يسمونه الفطام، هذه يسمونه الفطام اللي حطه على الخشب عشان ما يدش الماء داخل الخشب، هذه واحده. وحط كذلك في رقبته سله، السله هذه يسمونها الديين، اللي هي هذه السله الديين، السله يحطها في رقبته علشان يجمع المحار في قاع البحر. وقبل لا ينزل بعد يستعمل اللي هذا يسمونه الحجر، شوف ثقيل من الرصاص، يسمونه الحجر اللي هو الحجر بس من الرصاص، هذه الحبل يكون عند السيب فوق، السيب اللي هو الريال فوق اللي في السفينة اللي بيساعد الغواص، وهذه حطه مع ريله او يوده عشان يركس بسرعه في قاع البحر، اذا ما ركس بسرعه في قاع البحر معناها بينقطع نفسه، فينزل ويأشر حق السيب اللي فوق، يسوي حبل اللون، يقوم السيب اللي فوق، السيب لازم رجل قوي يسحب هذه اللي هو الحجر يسمونه الحجر، ويتم هو معلق هذه السله و يسبح يسبح ويلقط المحار، هذه المحار يلقطه حصل طبعا، وكل مكان موجود محار بين الحصى وبين هالمحار، ويحطه هني يجمع المحار، يجمع البحار ويسحب ويحط المحار لين حط المحار، بعدين يقوم بينقطع نفسه، يقوم ويعطي إشارة حق السيب، يقوم السيب ويره فوق لين يصعد فوق سطح السفينة. مو واحد غيص بس، 5 6 7 8 وهذه يقص مني وهذه يقص مني وهذه يقص مني وهذه يقص مني، من جهتين، من جهة من هذه الجهة ومن هذه الجهة، 4 5 4 5 يغصون ويجمعون المحار. وهذه المحار طبعا في الأخير شو يسوون؟ يقعدون كل البحارة ويفلقون المحارة، يفلقون المحارة
وهاي المفلقة يسمونها المفلقة، مو حادة مثل السكين هي، لا مو حادة مثل السكين، لأن إذا حادة مثل السكين ودخلت داخل المحارة يصير بيقوم اللون الحين فتحنا المحارة فتحناها ويشون أول يطلعون هي صوب الذيل صوب الذيل وهني يقولون البطن حصباء ممكن تكون هني وحصباء ممكن تكون هني في أي مكان فكل حصباء يشفسونها كذي بعد ما في شيء يقوم يحطونها معه وهكذا يكون فلق البحار يجمعون كل اللولو اللي حصلونه حصلوا لولو طبعا حطوه في محارة والله في شيء كذي يقولوا حصلنا كل واحد حط يمه والنخذه يراقبهم علشان يجمع بعدين من عندهم اللولو يتمون على هالطريقة وتعب وغيره من الأمراض عيالي بعد اللي تصيب خاصة الغيص الإذن من كثر وهو يغوص ألم أذونه لكن يعطونا علاجات طبعا ما الأعشاب ما الأول وغيره ويطيبون عورة بطن عطوا عشرج ومشي فكانوا هالشكل الماي يوزع بعد مو كل تعالوا شرب ماي الماي عندهم محدود في شيء يسمونه على الفنطة يسمونه قبعة كل واحد له ماي اللي يشتغل أكثر له ماي أكثر اللي شغلته عنيفة وفي مشقة يأخذ ماي أكثر وهكذا وبعدين عندهم الطباخ يطبخ لهم في الليل شو يسوون عقب التعب يقومون يستانسون يطقون فجري يعني يستانسون كلهم مثل ما قلت لكم أنا أول مرة خلت أقول لكم تك 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 الله ويقومون يرزفون ويتحركون وغيره ويزفنون مني ويزفنون مني ويستانسون لازم عقب التعب تبدي تفري عن نفسك بعدين أحياناً لما تجمع اللولو عندهم ما يرجعون رأساً إلى الديرة في عندهم الطواش في سفن صغيرة تمر عليهم إذا قاصر عندهم ماء إذا قاصر عندهم مثلاً قهوة قاصر شيء يزودونهم ويجيهم الطواش يشوف هل يبيعون اللولو اللي عندهم ولا لا لين تموا شهر شهرين وهم يغصون وتعبانين وهلكانين والأهل ينتظرهم ينتظرونهم هناك في الديرة قالوا أوه الحين بيصير قفال قفال خلاص بيقفلون الموسم المحارة والله موسم الغوص وطبعا الغوص في فصل الصيف وفي فصل الشتاء وبعدين يقومون بيروحون الحين بيرجعون حق ديرتهم رفعوا العلم فوق هاللون كل بلد ترفع علمها والأهالي هناك جالسين بيبون يستقبلونهم يستقبلونهم الأولاد والبنات وكلهم الرجال ويسمونهم توب توب خاصة البنات يحطون لهم ضوء ويدرون عليه توب توب يا بحر توب توب يا بحر شهرين وثالث طالع توب توب يا بحر يبهم يبهم خاطفين بجيبهم جيبهم نوع من الشراع يسمونه جيبهم خاطفين بجيبهم يبهم يبهم يا ناخذهم لا تصلب عليهم تعالوا عيالي نسمع
التوك توك. المهم في العملية هذه كلها نبيع اللولو، اللي نبيع اللولو حصلنا بيزات، كل من كثروا اللولو وزاد سعره يصير الدخل حق النخذ أكثر وحتى حق البحار أكثر. الطواش هو وايد مهم، الطواش هو اللي عنده هذا الميزان وعنده أنواع من اللولو. تعرفون عيالي أن أغلى لولو في العالم لولو البحرين، اللولو البحريني فعلا غالي، حتى ان اسماء بعض البنات مسمينهم على اسم لولو، يعني لولوه، قماشه، دانه، كلها على اسامي اللولو هذه. وشنو هو يجيب لنا ابونا من الغوص؟ احنا كصغار مثلا، احنا الاولاد يجيب لنا ابونا من الغوص العوعو اللي هي نجمه البحر، يعدلونه شدي ويحطون له حبل ونيره كأن نقول هذا حمار حمار حمار. وحق البنات يبون لهم قرقمانه اللي مثل الصندوق، يشلون الحشوه اللي فيها ويكسرون دار مدارها ويبون حق البنات يحطوا فيه الثياب هذه. فكنا مستانسين وكانت حياه صعبه ولكن كانت حياه حلوه في نفس الوقت، وكانت لها رن وحن ورن على ما يقولون. الحين صارت ذكريات، لكن احنا ما ننسى ابائنا واجدادنا اللي تعبوا اللي وصلونا الى كذي. الله يرحمهم جميعا ان شاء الله، وان شاء الله اتمنى انكم عرفتوا اشياء عن الغوص. طبعا سوالف الغوص وايد، لكن انت وصغار ما نبي نحشر مفكم بكل شيء، لكن كفايه ان تعرفون ان كانوا ابهاتكم رجال غاصوا البحر، وبقول لكم ان احسن لؤلؤ كان اللؤلؤ البحريني اللي يباع، واحسن لؤلؤ يسمونه الدانه، واصغر لؤلؤ اصغر يسمونه سحتيته. هذا هو الغوص. فاتمنى انكم ان شاء الله استنستوا وان شاء الله استفديتوا من الحلقه. اتمنى القاكم ان شاء الله في حلقه ثانيه، والى اللقاء.